كتيدوزو خدامه نهارهم تبارك الله، كتيدوزو خدامه نهارهم ما شاء الله عليهم، ولو التعب ولو تمارا خوتي، الناس ناشطين وفرحانين. واحد القضيه، هادشي اللي كانت تقولوا بزاف ديال الناس باللي علاش تبينوا الخدامه، هاد الناس هادو خوتي خدامين بالشرف ديالهم، خدامين مرتاحين الحمد لله، كاع الانسان اللي تنوض الصباح ويجي للخدمه وخدم راه ماشي عيب يبان، الناس فرحانين وخدامين بعرقهم، ولو تبانوا تيعطيو مثال للمراه المغربيه، المراه اللي كتنوض الصباح وتمشي للموقف وكتخرج وكتخدم بالجهد ديالها وكتخدم بالعرق ديالها، علاش هنا ما باتش وما عطاتش واحد الوجه للمراه المغربيه شريف؟ الحمد لله، واخا تيتصوروا راهم تيعطيو واحد الشرف لعائلته، واحد الشرف للوطن ديالنا، اللهم لك الحمد على كل حال، كاع اللي كيجي ويخدم بعرق ديالو ويخدم بشافو ماشي مشكل، حنا تنفتخروا وتنعتزوا بهاد العيالات هادو. السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ بخير وعلى خير، عواش مبروك للجميع، الله يخطيكم. كما تتشوفوا ندخلوا في الموضوع، حنا مازال خدامين في جلبانه كما قلنا لكم، يعني الموسم ديال جلبانه يا خوتي تيدوز حتى لاربع شهور، وكما شفتوا يا سي نشوف جلبانه خويا الحسن، جلبانه مازال حيه. تبارك الله ودي حسنات شي زوين، الله يعطيكم الصحه. جلبانه مازال حيه، تنصيفطوا لمكناس الدار البيضاء كادير. دابا حسنات جلبانه هذه واش بالمناطق ولا كيفاش القضيه ديالها؟ وخويا حنا دابا عندنا المنطقه يا سي مازال عندنا المنطقه بارده. بارده شويه يا حسن. بارده وعندنا جلبانه، عندنا حنا جلبانه مازال تجر واحد التطور اخويا. واش بالمناطق ولا منطقه كتشوف على حسب البروده ياك؟ دابا من المغاس وحنا جايين. بحال الحصاد ديال الزرع. بحال الحصاد وحنا غاديين لقدام. تبارك الله، الله يعطيكم الصحه. كما تشوفوا هذو الخدامه والعيالات والرجال والعاشق النبي. وعشقنا على النبي يا سيدنا. كلشي ناشط الحمد لله. كما كتشوفوا الاجواء تبارك الله هنا زوينه. كلشي خدام كلشي ناشط الحمد لله، مغربنا زوين. محمد الله يعطيكم الصحه. ندوزو عند الاخت، هادو خدامه مساكنه، واحد خدامه الله يعمرها. هذا تا مشي كيدير لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. كيدير مع السي حسن خدمه هنايا؟ اللهم لك الحراويه بعدا تغريده الحمد لله، بلادنا مزيان اللهم لك الحمد. الحمد لله خدامه راشطين. وجني كتديرو جني والميمه؟ وريني الله يرحمك الوالدين. ولدي هكا تنعمرو الخناشي الحمد لله، ولدي اللهم لك الحمد مع السي حسن. اييه اختي خدامين من امغاس وجايين. تبارك الله اختي. ولدي ما خاص حتى شي خير، اللهم لك الحمد، الله ينصر سيدنا. امين امين اختي، الله يجازيك بخير. بخير ملي كتسقسيو فينا، الله يرحم الوالدين. الله يا ودي الحمد لله، راه انتوما هما كاع اللي هازين دابا البلاد فلاحه، راه هما اللي هازين البلاد الحمد لله. الحمد لله وكل شيء مستفد، اللهم لك الحمد، كل شيء خدام مزيان. ناشطين مريكلين هما هادوك. ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله، داكشي تهنئة تنطلبو من الله غير الحمد لله. ندوزو عند السي عبد الرحيم، حتى هو راه حاضر معنا. كي داير المشاهدين ديالنا؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه. كيف كتشوفوا الخدامه تبارك الله ناشطين ضاحكين، يصليوا على النبي. الحمد لله، انتم كتشوفوا الخير موجود، خيرات بلادنا هذه ولله الحمد، خصنا نفتخروا بهذا الشيء هذا، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاد ان شاء الله في اقرب وقت يا ربي، وترجع الامور الطبيعه ديالها. فاش عايشين اولدي؟ حنا عايشين غير مع الطبيعه. الحمد لله، الحمد لله. اخويا الحسين، سي ياسين غبورات هذه ياسين. اخويا ما عمري بنت في القناه، السلام عليكم متابعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، وعبرك عواشركم. كما كتشوفوا خويا حسن راه خدام ان شاء الله هنايا، وجينا نتعاونوا معاه باش كنديروا ليه الدفليد. مسكين راه بوحدو، راه ما يقدرش يقابل هذا الشيء هذا كامل، راه بزاف عليه. لا الفلاحه ياسين ضروري خصو يخرج ويخدم ما فيها باس. خويا حسن تبارك الله عليه صراحه. ياسين غتحاول تورينا الطرق الخدمه اللي كتخدموا بها، جلبانه تيحيدوا العيالات كما شفنا حنا ولدنا تبارك الله، الناس خدامين ناشطين. مو الصحراويه هي معنا. مو الصحراويه عطانا شي صغريته. جلبانه كيديروها اخويا هنايا، عاد باش كيديروها في الخناشي ملي كتعمل الخنشه كيغيزوها باش كيصيفطوها للمارشي. الله يعطيكم الصحه. الطرق الخدمه خلاص كيما شفتوا هي هذه الطريقه. نعاونك اختي واحد شويه، ورينا ياسين باش نحاولوا نوصلوا للمتتبعين ديالنا تفاصيل ديال العمل، وكيفاش الناس كتخدم وكيفاش الناس كتجبد نهارها، ولو العذاب الانسان ملي تيخدم بالحلال ديالو تيكون مرتاح اخوتي. شوف المليحه اخويا، ناشط معنا مع الخدامه ديالو. الله يلا بخير، اللهم لك الحمد.
هاد الجلبانه اخويا الحسن غادي نحيدوها، مازال عندنا مازال عندنا جلبانه، مازال مستمر احنا معكم في الجلبانه كما قلنا بالمناطق حسن على حساب البروده. المناطق هذه هي الفكره اللي وصلاني انا، هذه هي الفكره يعني على حساب البروده. احنا غادي نتابعين البروده، هذا هو اللي كاين، نتابع البروده. المنطقه اللي جايه ان شاء الله هنا منطقه حسن. دابا جاي افران، جاي موزار، جاي ضيت عوا، مازال شحال مازال ديال المده؟ شحال مازال ديال المده؟ تقريبا فوق شهرين، شهرين كامله كاع الجلبانه مازال. تبارك الله ودي حسن. وهاد الجلبانه اخويا ياسين باش نساليوها ان شاء الله غادي نباليوها وغادي نديروها بان ان شاء الله، وغادي نجمعوه ونبقاو نعلفوا به ان شاء الله، نعلفوا بها الكتيبه. الكتيبه والبقر اي حاجه يعني كتاكلها. بخصوص كتيبه العيد الحسن تطلع مزيان، تطلع مليحه. هذا الشيء اللي كاين. يعني الحمد لله غادي تحاول تستافد حسن كاع من هاد الجلبانه تستافد يعني. هاد الجلبانه الحشلاف ما يضيعش، هاد الحشلاف ما تيضيعش. تستافد يعني من الحشلاف. تيتجمع وتيدار 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 تيدار تيدار فال وتيدار في واحد الكوري وتنحاولوا تنعطيوه للكتيبه في الوقيته ديال الكتيبه، في الوقيته ديال الكتيبه تنعطيوه للكتيبه. هادشي اللي كاين وحنا تنحاولوا هاد نشاركوا معكم كاع الاجواء ديالنا وكاع الاجواء ديال الفلاح، كيفاش الروتين ديال الفلاح، كيفاش يعيش الفلاح الروتين اليومي ديالو. هادشي اللي كاين ونتمنوا الخير للجميع، وتحيه للفلاحه ياسين الحسن. عطيتي تحيه للفلاح حسن باش ندعو الناس في البلاصه هذه. الفلاح جندي ما يمكنش حسن يوقف ياك، ضروري خصو يخدم. الفلاح ما يمكنش يوقف الفلاح الحسن، الفلاح هو 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 هو, 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 هو العطاء، هو كل شيء. هذا الا ما كانش الفلاح راه ما يكون حتى حاجه. هذا هو اللي كاين وكما كتشوفوا حنا عندنا هذه الخدمه غير نشاط. يعني انت راه الخيش الحسن، راه الخيش تبارك الله جلبانه ها هي اخي، هذا حدايا الصوره يعني غادي نسرجو ان شاء الله، غادي نمشيو نديرو اما الدار البيضاء. واش المارشي غدير حسن هاد النهار؟ كاين البعد ياك، كاين البعد. كيفاش احسن؟ كاين البعد ضروري، كاين المسافه. غادي نخلص معايا الطريق، هاي الطريق كيما نعاونوه مسكين بحكم هو مسكين ضر رجليه. عاون ياسين لقيتي ما تعاون، عاون برافو عليك ماشي مشكل. الله يسهل عليك، الله يرحم لك الوالد الله يربي يخليك. صراحه والله الا ثقيله بزاف، والله الا سخفاتني، ولكن ماشي مشكل بحال هاد الناس هادو هما اللي خصنا نعاونو ونساندوهم. والمهم تبارك الله عليكم، نخليو كلمه كاع الدراري ياسين عبد الرحيم. وتبارك الله عليكم المشاهدين ديالنا الاعزاز، كنوجه لكم تحيه كبيره وكنقول لكم بسلامه. وحشكم ان شاء الله، دابا تجيو عندنا ان شاء الله في الجنه. حسن شوف المليحه انت. سير حسن شوف تبارك الله خويا حسن، انت هو جوج حسن دابا انتم ملي كتجيو تشريو كيفاش كتقلبوا هاد الجلبانه وكيفاش كتشوفوها؟ حنا خويا تنديروا لها الطوناج غير بعينينا سبحان الله العظيم. غير الانسان تيتوكل على الله. حسن حسن حريف حريف، برافو علي ما ننسى. انا وجواد صاحبي راه جواد وسي جواد تعالى لنا لهنا صح. امين ابراهيم جواد يلاه غادي نزيدو نتسارعو اخويا في الجلبانه شويه ان شاء الله يا ربي، ونشوفو كاع الناس كيفاش كتخدم مع عبد الرحيم وحسن وياسين وجواد الشريك ديال حسن اللي كيتواجد في منطقه بعيده وتيجي للبلاد كل عام. ما هرب والو راك عارف. هضر معنا اخويا جواد. سي جواد بخير اخويا، تبارك الله على الشرفه ديالنا. لاباس عليك السي جواد. والله لا السي جواد. الله يحفظك اخويا عبد الرحيم. كي داير العام اخي جواد؟ كي داير؟ كاين شي طوناج هذا العام؟ كاين شي خير؟ كاين الخير لله. الناس ما عندهمش خفا جواد، خير موجود في المغرب. الحمد لله المغرب ديالنا زين الصراحه. دابا جواد كتنوضو الصباح كتهزو خدامه. لا خدامه على حسن غير ما تدور. كلشي مدور حسن. كلشي مدور. دابا خوتي بحكم هذا المرض وهذا تيحاولوا الفلاحه ما يتنقلوش بالخدامه وتيحاولوا. الحمد لله ما كاين حتى حاله. كيما ما يجيبو مرض في هذه المنطقه ما كاين حتى حاله. خلاص الحمد لله. حكم غير العروبيه وداك الشيء. شوف اخويا الحسن تبارك الله الفدان قداش، شوف شوف شحال خدام تبارك الله خدام. خوش يسال. انت اخويا شوف تبارك الله. خير موجود اخويا. شوف الزرع، شوف الزرع اخويا الحسن جيل. وخوتي غنحاولوا نوريكم الخير كامل. هانتوما خوتي هاد الجلبانه شوفوا تبارك الله على بلاد عندنا كي دايره، شوفوا على خير. اللهم لك الحمد على بلادنا يا ربي، الحمد لله ونشكروه على بلادنا. وغادي نجيو حسن. حسن اه هاد الزرع هذاك انتو زرعتو انت وجواد ياك؟ زرعتينا انا وجواد واحد خينا بين ثلاثة د الناس. هانتوما خوتي القمح موجود، الخير موجود، الخدامة ناشطين، كلشي ناشط. اللهم لك الحمد. شوفوا تبارك الله خوتي هانتوما باش ما تخافوش تقولوا البلاد عندنا راه ما فيهاش الخير ولا شي حاجة. ناشطين تبارك الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. كتيدوزو خدامه نهارهم تبارك الله، كتيدوزو خدامه نهارهم ما شاء الله عليهم، ولو التعب ولو التمارة خوتي الناس ناشطين وفرحانين. تبارك الله خوتي، الله يخلي الناس يدنا والله يطول لنا عمره. كما كتشوفوا خوتي دابا شديت التليفون لا خليوني نهضر واحد شويه مع المشاهدين الله يخليكم. كما كتشوفوا دابا عمال العمال كيخدموا ان شاء الله يا ربي، هانتوما
كلشي خدام كلشي فرحان، حتى حاجه ما خاصهم. خويا حسن كيتهلا فيهم، ما كتنقصهم حتى شي حاجه. واش كيتهلا فيكم حسن اخوتي شويه ولا والو؟ اشنو اختي؟ بارك الله فيك. انتم اخوتي كما كتشوفوا معنا جلبانه هي دي، الناس خدامين كلشي خدام، الزرعه وقريب يوجد باش نحصدوه. دابا بحال هذا دابا اللي وريتكم غادي تحصد بالماكينه، اما داك ديال داك النار ما داير لك النار جاني في الطلعه ما يصلح. دابا اللهم لك الحمد مشى بحالته، الناس شاربه الماء معرقه الماء، اللهم لك الحمد. نتمنى من الله تعالى وتبارك يمشي غير هذا المرض، وعاش الوطن ديالنا وعاش الملك ديالنا وعاش الامن ديالنا. الله يمشي على النار وتحيه للجميع وتحيه تشوفوا الحباب ينصر محمد السادس. يا ربي امين يا ربي، يعني احفظوا لينا الله يخلينا الملك ديالنا، الله يخلينا محمد السادس، الله يطول عمره. واحد القضيه، هذا الشيء اللي كانت تيقولوا بزاف ديال الناس باللي علاش تبينوا الخدامه، هاد الناس هادو خوتي خدامين في الشرف ديالهم، خدامين مرتاحين الحمد لله. كاع الانسان اللي تنوض الصباح ويجي للخدمه وخدم راه ماشي عيب يبان، الناس فرحانين وخدامين بعرقهم ولو تبانوا. تيعطيو مثال للمراه المغربيه، المراه اللي كتنوض الصباح وتمشي للموقف وكتخرج وكتخدم بالجهد ديالها وكتخدم بالعرق ديالها، علاش انا ما بانتش وما عطاتش واحد وجه للمراه المغربيه شريف؟ الحمد لله. واخا تيتصوروا راهم تيعطيو واحد الشرف لعائلتهم، واحد الشرف للوطن ديالنا. والله مالك الحمد لله كل حال، كاع اللي كيجيو يخدم بعرق ديالو يخدم بشافو ماشي مشكل. حنا تنفتخروا تنعتزوا بهاد العيالات هادو، هاد المرض يشوفوا الحباب ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله الله يرفع علينا غير البلاء، اما كلشي زين. الله يرفع علينا غير البلاء، اما كلشي زين. صافي جيتي يا سي حسن، كلشي زين. اخويا ياسين اش غنقول لك؟ العمل عباده. خويا تحيه للمراه المغربيه اللي خطيها، كون ما كانتش المراه ما نكونوش حنا. يعني المرأة كما قال الحسن اللي تعطي واحد مسكينة، تعطي واحد الطاقة واحد الجهد وتتخدم بالجميع. مرأة مكافحة خويا حسن، مرأة مكافحة. المرأة راه هي كل شيء يا ياسين، المرأة راه هي اللي رباتنا وهي اللي سهرت على التربية ديالنا. ياك أمي الصحراوية؟ يا وديتي. كاينة أمي الصحراوية ولا لا؟ كاينة وديتي. المرأة هي كل شيء. المرأة هي كل شيء. إوا ضربي عليها شي تغريدة. المرأة المغربية. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. انا امي ما يا ربي امين.